مشاهدينا معنا حارس مرمى نصر حسين ديال جايه من الباح ندوك شويه من الوقت الجاي اليوم نقضيو معك شويه وقت نعرفوا الوجه الاخر ديالك. الله يعطيكم الصحه ميرسي بو يعني هذه الالتفاته ونقضوا ان شاء الله نقضوا اوقات ممتعه ان شاء الله. ان شاء الله خويا راك توك مع الملاحه الله يبعد العين ان شاء الله يا رب. الحمد لله يا ربي وان شاء الله صافا ديالي ان شاء الله. جايه ولفت لا كومبيتيسيون لي ماتش راك جايبها ماتش بار ماتش الحمد لله فوالا بار ماتش بار ماتش ايطاب بار ايطاب وشاك ماتش ان شاء الله راني نخمو شاك ماتش يعني كيما عنده تخمامو عنده يعني وقته وان شاء الله يا ربي لوبجيكتيف ان شاء الله سيدو غيرازي كلك شو سيتان ان شاء الله وليكيب ناسيونال بيان ان شاء الله يا ربي على بالي دخلت لك شويه باش اسمك في لاليس مي راح تكون ما نطولوش عليك بزاف كايا عندنا الوقت نحكيو على ان شاء الله يا ربي ان شاء الله اليوم دابا نخرجوك شويه على عالم كرة القدم مهدانا هنا نحكيو شويه على العائله تاعك على على قايم ربح كيفاش الحق باش راهو الان في نصر حسين كيفاش راهو حارس محترف ومره واحده اخرى نبقاو كما راهو مع المصور تاعنا ياسين نبقاو معنا قايا حتى تكتشفوا الوجه الاخر ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تكتشفوا ان شاء الله هيا ان شاء الله نبقاو معنا مشاهدين قايا اولا شكون هو قايا مربح باش الكرون بيبليك يعرفك قايا مربح 23 زون زايد في 22 جوي 94 في تيزي وزو ساكن في بلديه تدميت حارس مرمى نصر حسين داي فوالا فوالا ومربح باش الحق حتى وين راهو دوكا واش لي زيتاب كاع جازهم جوز دي زيتاب جوز دي مومون ديفيسيل جوز دي مومون فاسيل يعني واحد التبريزه والساكريفيا وكاع يعطيك باش الحق سي نورمال كوم كاع لي جوار جوز يعني دي مومون هادو مي الحمد لله يا ربي هادو لي مومون يعني كما يقولوا لقيتهم دوكا صمايدي بزاف باش الحق لهذا المستوى و... ومازال ان شاء الله نزيد ساكريفي وتزيد يعني تزيد باش تخدم ان شاء الله هو يقولوا لنا بلي الوالدين تاعك عندهم دور كبير في يقول لك لعبوا دور كبير في لاكارير تاعك بيان سور بيان سور سورتو الوالده باسكو انا الشيخ بابا شغل يعني خدام في فرنسا تما شاك عام يهبط ويولي تما تقدر تقول شغل ما عاش معايا واش عاشت الوالده بزاف الوالدة نحيو بهذه المناسبة يعني كما يقولوا سي هي كل شيء هي حياتي هي على جالها لي يعني لحقت هذا المستوى وحد الآن مازالها تبوسي فيا والدعم فيا توجور. وراهي تنسيستي تقول لك لازم تزوج. هاي تنسيستي تقول لي لازم تزوج باسكو على بالها في طونك فوتبولور مليح لا ستابيليتي مليح الواحد يتزوج باش يخمم على لاكارير تاعو. إن شاء الله. قايا من الباح وطونك جوار بروفيسيونيل راك بعيد على داركم هنايا. احكي للمشاهد كريم كيفاش ان جوار بروفيسيونيل يقضي لا جورني تاعو مثال لا جورني ديالك بون شاك جوار كيفاش يقضي يعني لا جورني تاعو بون كيما يكون زعما اونترينمون صباح طونطيني على 10 نوض على 8 ونص بعقلي نستقهوى نوجد روحي باش نروح نوطريني نصلي ومن بعد نديماري لونترينمون نبدا نوطريمون 10 جوسكا يعني حتى الوحده ماكسيموم الوحده نكمل نصلي ونتغدى وبيان سور لا سيست اوبليغاتوار بوان جوار بوان بروفيسيونيل ندير لا سيست تاعي لو سوار بون لو سوار قاعد كي نوض من سياست واحد يصلي العصر ومن بعد يوجد بالك يخرج كيدور شويه من داك نخرج مع يعني الوالده باش نخرج شويه نحوسوا شويه فوالا هذه هي لا جورني هذه هي اوقات الفارغ ما عدا هذه اوقات الفارغ كيكونوا ما عندنا شوطين يعني زعما جورني روبو ياس ونخرج والده يعني نروح للبلاد تيزي وزو لتادميت يعني مسقط راسي نروح لتادميت نشوف لا فامي ندور شويه سوا نخرج وحدي يا نروح نقدر نروح نوطين مفصله يا نروح نخرج هكا وحدي مع اصحابي اللي يلعبوا معايا نديروا نهار ونخرجوا يعني ديفوليو شويه يعني نحيوا شويه لو ستريس تاع لا بريسيون ودور لو فوت واش يحب قايا بالباح كوم زعما اوكيباسيون في الفوت ولا ودور لو فوت انت كيما كنت عندك كي رجع هذا الروبو تاعك سي كوا لوكيباسيون اللي تحبها انت؟ والله يعني لوكيباسيون سي كل خطره كيفاش من داك نريح في الدار لا فيريتي حمزه من داك يعطونا روبو نهار نريح في الدار نهار كومبلي نوبوزي نلعب اكس بوكس مع صاحبي نعيط له نلعب اكس بوكس نلعب اكس بوكس نلعب ونتشاحنوا بيناتنا وحتى نلحقوا نضاربوا شكون كدا شكون الكونكيرون ديالك؟ كونكيرون كاين شخريط نحيو بهذه المناسبه شخريط كونكيرون هذاك تاعي سي واعر بزاف يربح لينا نربحوا لا بليبار دي طون كاع هكذا كيكون زعما جوني اوروبو ما نحبوش نخرجوا نيحوا في الدار. وشكون اللي كيف تلعب بها انت؟ ريال مدريد. واش خريط؟ تلعب بها بارسنال يا بايرن. هو هكذايا. هذه هي وكايا ثاني على بالنا بلي عندكم بزاف ارتباطات في ليزونترينمون في احكي لنا كيفاش حتى قدرت تفرض روحك هذا العام.
بون يعني باش تشوف لي ديبي تاعي حمزه كان ما كانوش ملاح. هم قولك بالك انت تاني راك شفت لي ديبي تاعي لعبت في ديبي لعبت 4 ماتش 2 ماتش ما لعبتهمش مليح. لو ماتش تاع بارادو اللي درت الغلطه هذيك بنلعب من بعدها بالعباس اللي يعني لو فيديو غاغ هذيك تخبط في البالو تخبط في رجلي وتدخل تماك شديت راس انايا قلت شغل يعني حتى ولاو يقولوا لي احترقي بعد يعني هاد لا بيريود نكذبش عليك خويا حمزه بيريود هذيك يعني سي بون تبريزيت يعني فقدت الامل وما حتى قلت لك ديسيديت نكيتي النادي باسكو شفت روحي ما قدرتش نبروغريسي وشغل راسي مساتوري مي الحمد لله يا ربي يعني قراصة الوالده تاعي يعني وقفت معايا خويا توام مربح ميصاله ميصاله باسكو سي مون جيمو هو اللي نتفاهم معاه بزاف يعني طلع لي المورال المناجر خالد الشطايبي اللي نحيو بهذه المناسبه ثانيه يعني كان يوقف معايا تجي نخطروا نخرجوا نفطروا كيفيه ونتعشاو يطلع لي المورال لي يعني قدرت باش نعاود يعني كيما يقولوا نورغانيزي راسي والمونطالمون باش نعاود نولي. تشوف قايا بلي هذيك لا بيريود ديفيسيل كانت قادره تكسر لك لا كارير تاعك والله يعني بون ابار لو كيتي كلوب اب بون سا ديبون كل جوار كيفاش خويا حمزه دوك كاينين جوار اللي شغل ما عندهمش لومبيسيون ما عندهمش لو كوراج ما عندهمش لونفي انا شغل هذاك لو مومون انا الحمد لله ملي بديت حياتي لا كارير دو فوتبول شغل عندي هذيك لومبي عندي لومبيسيون شوي لومبيسيون وعندي الكوراج فوالا باسكو سي تو فو تو بو خويا حمزه الور انا شغل هذيك لو مومون سي فري كان ديفيسيل مي ما فقدتش الامل تسمى كونترير قلت هذا المومون هو اللي يعاود يطلعني يعني ابتلاء من عند ربي تكلت على ربي بديت نخدم مام الكوتش مسعيد عاوني بزاف قال لي خدم وخليها وسكت وخليها على ربي ولا شونس جات وحده وقتاش حسيت بلي ولات لك لا كونفيونس لا كونفيونس ولات لي نهار لعبت مع الحراش مع الحراش كنت تيرون بلاصون تزيري بها اسمه نغيز دخل بوصوف لو ماتش هذاك تاع الحراش دخلنا نشوفيو بوصوف خير الدين تبليسا في شوفمون تبليسا في شوفمون وكانت الماتش مع حراش هذاك لو ماتش اللي ولاو لا فيجري صح حنا لي سيبورتور تاعنا يعني عطاو لهم التريبون كومبلي ولي سيبورتور تاع الحراش من هيه سخانه خويا حمزه ستارت كاريته ولا بريسيون كاريته ميم شميسه يعني تفيوتك ديرك لا بريسيون بعدا حلو سيتو سورتو حنا لازم نربحو كنا في سلسله نتائج سلبيه بعد بوصوف يعني بدايتو شي في لاكويس كانوا مبليسي في لاكويس قال لهم اونطينو ما شكيش نحل نلعب الماتش ما كذا بعد بديت نشوف بديت نشوفهم يهضروا يعني انا بديت شغل خفت شويه قلت كيفاش كذا بعد جا عندي لونطينو تاع لي غارديا جا عندي الطبيب لاش قال لي فوالا مربح وجد روحك راح تشوف فيه باسكو حد دخل نتايا باسكو بوصوف مبليسي في الاول نكذب عليك خويا حمزه في الاول شغل جيزيتي كنت شغل ما لعبت باسكو شغل انا علي بالي واش كاين من بعد قلت نورمال خويا بوصف خويا الكبير خليه يروبوزي ومبليسي يروح كيما يقولوا يروبوزي ماتش خير ما يروبوزي كاع الشامبيونا تكلت على ربي دخلت بلا لي شوفمو ميم با دخلت لي فيستيال بدلت ديريكت لا تونيو تاع الماتش دخلت بلا لي شوفمو دخلت الحمد لله كما كان الحال يعني يا ربي ما كذب والله ما على بالي يا ربي يعني الحمد لله ربي دا ما فيه غير الخير دخلت لو غرون ماتش انا جبت له ميم بوان واضح هذاك كروبات من كروبات نبقاو قايا مع الحال راهو شويه الريح شويه الريح رانا هنا مع البحر مع يتو باش نكملوا ايو الخدمه تاعنا ان شاء الله نشوفوا لا جورني تاع قايا بالتحاق بعض الاصدقاء راح يكونوا معنا بعد قليل ان شاء الله يا نروحوا الان ولا نتنقلوا ان شاء الله نروحوا فطروا قبل خويا حمزه كما تونطرين موني جي يعني خويا حمزه هذه هي الحال هكذا يكالمي لا لا بيان سور سورتو الحال انا من دكاكا كي نكون مديكوتي يعني نهبط للبحر نشوف البحر ونريح وحدي يعني يبدل لي شويه الختاف تاعو نعرف 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 هيا خلاص هيا صح ان شاء الله اخويا هيا نروحوا بلا قايا ان شاء الله يا ربي نروح اخويا جاي انت دونك سبورتيف اسكو زعما تبع لي لو باسبورتيف ولا بدك تطلق روحك تاكل الدجاج ولا لا لازم 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 لي لو باسبورتيف لي جيان دو في ساجو ان رول بزاف ساجو ان رول امبورطون في فيجوال زعما لي تروك هاك لي سوكر لون لي روز لي بات ولي سالاد هادو سكالوب هادو هما الصح في الفوتبولر مين داك نطلقها حمزه راك تعرف لي تشيز لي تشيز كامور ماتش مسموحه هذه و جاي شكون كنت تبغي بدي ياكلوا بزاف ولا تي انا معيب اللي ما ياكلش فريمون ما ياكلش بزاف بار كونتر خويا توام بصاله قتال الماكله بصاله ما يرحمش اه ما يرحمش الماكله هادي هو في لي جوار اللي معاكم في ليكيب شكون اللي يقول ما بزاف علاطي وليد علاطي خويا ان شاء الله سان غون جوار باش عليه
باه ما يبانش كيما حنا. انا ثاني كاخويا ميصالي ياكل بزاف صح ما يسمعش. وشكون اللي ما ياكلش كاع في الدار؟ هذو كاين اللي ما ياكلوش. انا ما ناكلش والله ما ناكل. كاين كاين ديجا انا كما ياكلوش. كاين عارفين ما ياكلش بزاف غير زعما غير غير ساعه ديغوستي برك هكا شايف هذه. وكا يقول لي انت واش لي بلاص بريفيري في هكذا ابار لي بلاص سبورتيف زعما لي بلاك هكا تراديسيون تاع الواليد. نحب الرشطه نحب الطعام الدولما بلا بريفيري تاع لاماما. سي نورمال. و هي توجدهم من قبل ولا؟ بيان سور بيان سور. سورتو كي هكا زعما مول الماتش هكا تعيطي تقول لي واش حاب نوجد لك ولا زعما بلا بريفيري تاعي تفهم دير لي الدولما بيان كوم دير لي الدولما. والسكسو تاعك وصل السكسو ميير تاع البلاد. الميير السكسو. شحال ما كليتوش؟ والله عندي شحال ما كليتوش السكسو طعام عندي بزاف والله عندي بزاف. هذه مرة تعرضنا في مرحبا بكم خويا. الله مرحبا بكم. هذه وقايا انت في رمضان كيفاش تدير مع الاسكن العباد اللي يصبروا لي رمضان اللي وطريدي نصبر نصبر في رمضان نصبر في الديب شويه واعر يجيني واعر زعما لي سانجو الاولين يجيني واعر ابري نوالف من بعد نورمال سورتو مع لونطينمون باسكو شغل كيما العام اللي فات حنا في رمضان شغل طاحنا شويه في لي زونطينمون كنا نطينوها 17h30 تسمى شغل عندك باش تكاسي هذاك فوالا تسمى نلحق 4:30 ديماري البنصيام من وطنيني من بعد نجيب الوقت تاع تاع الفطور تدخل ديالك تدوش شويه جو شويه ما تاكل شويه مع صاي وشنو مر في الليل كاع اللي ناكل بزاف مر طالواح اللي ناكل هذه. وايضا حاجه المشروبات تاع واش تحبوا مشروبات دي جو بريسي بيان سور بوان جو بيان بوان بروفيسيونال هكا لي جو بريسي اورانج كوكتيلات وهذوك هذه. ولي ديسير واش تحب؟ ديسير نحب يعني نحب اسمه تشينا بزاف تشينا الفراز لي فراز ثاني زعما هكذا ماشي من عباد انت اللي يشرطوا يشقاو على جال حاجه تشهاها يروح بعيد ما يمشي يشريها لا لا نورمال زعما تشهى حاجه في الليل هكذا ما خليها غدوه ولا زعما تجهز لابيه تروح كوفالي لا لا والله والو ما تشهى كنت جهز كنت جهز لابيه وخالد هنايا نقولوا خالد خويا منا راح يجيبها لي الله يلا يجيبها لك ويجي واش هي تلقاو معنا دائما في حصه ستار ديزاين مع حارس نصر حسين اللي قايم مرباح اللي بعد وجبه الغداء حبينا نبعدوك على الميادين بصح جبنا لك الميدان بصح هذا بنوع خاص فوت فايف فوت فايف كاع الناس قاعد تلعب وحنا اللي جبرونا نلعبوا هنا تحبوا هاد لي تيران صغار وي بيان سور سا سا ديفو لومبيونس مليحه بزاف هاد لي تيران وما تتعبوش بزاف وي زيد زيت صغير سي سباس صغيره وكذا شغل تلعب غير تيكي تاكا زعما غير لي باس قالوا لنا بلي تلعب جوار هكذا والله قول جوار بلي قول نخرج حتى نلعب نحط بالون بدا تريبلي ونعاود نولي لي بوان نعاود نعاود ماركي مليح هكا باش مو ثلاثه تولي شغل ترفد شويه تلعب في تلعب رجليك في الصيف قاعد انت بلي جوا اللي يلعبوا لي تورنوا في الحومه بون لي تورنوا والله ما نلعب خويا حمزه لي تورنوا باسكو سي جامي يعني زعما التبليسه وكذا مي نوطريني في صابلا نخرج مع صحابي هكا فوت فايف هنا نوطريني في زيرالدا في شراقه كنلعب نلعب معايا صحابي تاني دي جوار بروفيسيونيل نجيبهم نلعبوا هكا ماتش بليزير وتلعبوا مع تاع الاحياء هكذا نلعبوا مع وشنو يكونوا صحابنا مام هما ديجا كي يكونوا زعما يلعبوا كونتر زعما دي جوار مسنين شغل يعرفوا كيفاش يلعبوا ما يلعبوش شافورس وتبليزا كيما برا كابابل يضربك ومن بعد تسمى واحد يفيتي هذه هذه الحاجه تاعك قايا جربت باش نعاود نولي معاك البدايه ديالك قالوا لنا بلي كنت مهاجم قبل ما تولي حارس كنت الي دروا لعبت بوسان دو زون بوسان دو بروميير اني دوزيام اني بوسان لعبتهم الي دروا كنت نلعب الي خويا افونسون من 8 سيربيلو يماركي شفت كنت نطير كنت نلعب الي كنت نطير كنت خير من ميصاله كنت بطيطاي وسمين شويه هكا دوكا كنت نماركي وماركيت 27 بوت 27 بوت ها فريق تدمات جي اس تي كنت نلعب جوال وبصح ومام طون شغل كي نشوف لي غاردي بونجي وشغل ياتيريوني بزاف باسكو في راسي غير غارديان بوت عندك هذيك لا ديتون فوالا هذيك لا ديتون تيتون بعد الحق نهار وين وليت غارديان في بنجاما بريمير اني بنجاما اللي بديت غارديان بوت كيف حتى جاتك ليدي هذيك كيف حتى تقبلتها انت مع روحك ليدي تاع غارديان بوت باسكو موالف انا في الحومه ولا في الدار
في الدار عند عمي اكلي مرباح. كنا نلعبوا تماك في الدار، كاين كاس طاح طاح كبير لي اسمه بورتاي، لعب غارديان بسليغو هذوك تاع الشتاء، وميصالي يلعب ويبدا يعلق، يبدا يعلق ميصالي ويتيري لي، وانا بلونجي في اسمه في التراب في السيما نبلونجي. بعد قال لي لا فيريتي تسلك ها غارديان بيدخل من جوا، كيما كان الحال زاد بوساني وانا كيشوف لي جون قايا ديك تاع راك بينو بين جوار غارديان. صرات لي والله غير صرات لي احتراطي كارير تاعك وطون جوار وتروح غارديان. احكي لك فاش عجبك والله غير صرات لي. شوف انا كي خيرت غارديان خويا ميصالا وقف معايا قالت لي غارديان، بصح لا مامو وخويا الكبير شو قالوا لي كيفاش راك مليح جوار وكذا. ما خاطيه فوتبول، وقالت لي بديت غارديان صعيب شويه سونسيب سان بو سونسيب، مي خويا توان بوساني هو هكذا باسكو تكنيسيوني حنا يعجبوني لي غون يعجبوني وكذا. كيما كان الحال راه كوميراني قتلت على ربي، قلت لخويا راه غنولي غارديان، شريت لي غون شريت لا تون هذوك البكري اللي اسمه الفيزو اللي فيه لي بونج منو قتلت على ربي في التيفون طيح ونوض من تما داك النهار ليومين هذا. واجهت صعوبات في هذا المنصب؟ لا والله ما واجهت، كي كنت صغير كنت تلعب دي مات وبنجاما ميني ميتو شغل ما كانش لابريسيون تلعب باش تبان وتلعب في تادميت كانت يعني كان تسمى كانت تلعب في التحت قاع التحت قاع. بعدها لعبت بنجاما دوزون، بعدها بروميير اني ميني ملي اللي قلعت للرغايه رحت للرغايه لخويا ميصاله في الرغايه شفت شدو غير ميصاله خويا شدوه غير هو دارنا ديسبيوتمون ميصاله شدوه انا ما شدونيش في الرغايه. قال لي لونطيني لي غارديا تماك نسيت اسمه ولا غير نسيتو كان يونطيني لي سينيور حاجه علي فوالا حاجه علي. قال لي يا وليدي لي غارديا معمرين وكذا، قال لي شغل امبوسيبل، قال لي كاين واحد سبعه لي غارديا عنده الحق تماك عنده الحق بزاف لي غارديا خويا ميصالا شدوه. بعد انا غاضني حالتني يعني كانت الدمعة حطيح لي. بعد قلت له الله يسترك شي خليني نونطيني برك نجي نونس خويا من تيزي وزول للغايه نونسو برك في الطريق وميم طون نونطيني ما ديرولوش ليسونس. والله كيما كان الحال قالوا لي معليش قبلوا لي قالوا لي روح طونطريني برك. شحال كان في عمرك حين؟ كان في عمري 15 داخل في 15 سنه هكاك داخل. بديت نونطريني وكذا بديت نونطريني مع نونطريني تاع لي غارديا ونطيح شي جا عندي قال لي رحمه قال لي وين نونطريني انت؟ قلت له لعبت غير في تادميت باسكو نونطريني ديجا مع نونطريني بلا الاجازه ما عنديش اجازه كون باسكو نونطريني ما قبل ما نروح للغايه نونطريني مع بوهراوه هذا ستا اونطرينور في تادميت تاع لي غارديا اونطريناني سي بور سا. بعد كي راح تماك الحاج علي قال لي وين درت لا باس؟ قلت له ما عنديش باس، قلت له بديت غير مع بوهراوه رضا كان يونطريناني. قال لي يا وليدي قال لي انت ماشي تاع واسمو انت تاع ليسونس تاع اجازه. كيما كان الحال غير يعني ما طولش شهر ميم با خدموا لي ليسونس. تما كان واحد السيكريتير اسمه حمزه الحبيب المسح حمزه قال لي جيب لي لي بابي وكذا سنيت. بعد لعبت والله ما امنت بديت ما بصحابي تماك قالوا لك طير وكذا تما طلعوا لي المورال ما امنت حتى لقيت روحي باجازه وبديت نلعب لي ماتش خويا ثاني بدا يلعب لي ماتش لعبنا دوزون في الغايه حلات لك والله حلات لي باسكو كنا نلعبوا بريمير ديفيزيون بارابور تادميت كنا نلعبوا لتحت ورحت للغايه لعبوا في بريمير ديفيزيون لعبوا كونتر جياسكا القبه وكذا كنا نلعبوا. كاين الصعوبات اللي واجهتها تماك تروحوا كل يوم تادميت وتوجد فوالا كنا نروحو من تادميت تيزي وزو الغاية سي 70 كيلومتر كنا نروحو هكا نروحو يا كنا نروحو في البوس في السطوب. كان عمي اكلي نحيو بهذه المناسبة عمي مربح اكلي هو اللي ساعدني بزاف سي مون دوزيام بير كان دار لي كان داير لي دي طاكسي يجيبني ويرجعني تما كان في هذاك الوقت يعني كما يقولوا ظروف مادية وكذا ظروف مادية شغل ما كانش تعاوني بزاف صح هو عاوني بزاف في كيستيون ماديا كان يخلص لي طاكسي الي روتو لعمي هذا. والعقد وذبت الباش باش تروح؟ باوي حسرة شحال من خطرة نكمل لونطاني المون شغل نلقى طونسبور كاع خلاص كاع طونسبور خلاص واش ندير يا ستوب انا خويا الحق حتى بكري موالف نلحقوا حتى 11 تاع الليل للدار ولا 12 تلموت تما شغل طونسبور ما كاش وستوب ما يدي شغل ما كاش يحبس لك طاكسي تقول له جيب لي الديني تيزي وزي يقول لك بزاف ما نديك تيزي تما هكا كيجو حباب ربي دونا والله كونترير هذاك اللي زاد بوسات انا وخويا كنا يعني كما يقولون توانسوا بيناتنا قصاري كان واحد فيكم وحده ما يكملش فوالا كان كاين واحد فينا باسكو علاش هو كيكون ديكوتي يجي ليا وانا كيكون ديكوتي نروح له وكونتر كي كنا نقعد زعما في طيطوان نستناو كاش واحد طوس وسطوب هو يحكي لي قاي ايماجيني ولو بريمي ديفيزيون قاي ايماجيني ولو هذيك ايماجين نقصروا ما بيناتنا لعبنا دوزون وكاين واحد المفارقه يقولوا
عند الاخوه مرباح يقول لك العائله تاعكم كانت دارتكم واحد لافافير تاع تاع العائله تاعي شغل كي جاوا عام الدوزيام تاع الغايه بون عام الاول كنا نديروا الي روتور عام الدوزيام في الديب بدينا نديروا الي روتور هذه العجوز العجوز قالت لي قالت لي يا ولادي بزاف وكذا قرايتكم بديتوا تلاشيو فيها واش دارت العجوز مسكين والله غير العجوز يعني خبات دراهم وزاد عمي هذا عمي اكلي زاد عاوننا بدراهم كرينا دار في الغايه كرينا دار في الغايه في عيسى ايدير وبعدا دار طونسفير من الليسي تاعي ثانوي تاع لي بنور في تادمايت دار طونسفير الليسي صالح بوبنيدر بوبنيدر في الغايه كرينا تماك بوندون عام بصح ما كملناش ريحنا غير سيموا والله يعني رحلنا باسكو كي حياتي كاع في تادمايت وتالبوا سامي لي لا ديفيرونس كنت بريمير مون قرايتي ما نخرجش ما نزارتيش تما نكمل قرايتي حتى الخمسة حتى 4 ونص كنا نخرجوا 4 ونص ندخل لضرب عقلي نستقهوى بعقلي نبدل ونخرج وكان اسمه كان معنا تماك في ليكيب يلعب معنا واحد تماك يسكن في عيسى ايده نسيت اسمه برك كنا نروحوا كاع كيف نكملوا نسقهوا نروحوا بالعقل 5 دقائق نجيبوها في الصطاد ابي في عيسى ايده حتى الصطاد ابي يعني تبدلت بزاف صوالح وين ولا مناعيا وشوينا يعني مورالمون بيان كنا ستابيليتي بيان هذيك لي طاب لي موراها واش جات لي طاب موراها حبسنا في الغايه حبسنا في الغايه الظروف كملنا كذا باسكو علاش انا في الغايه عاودت عامي عاودت العام في الغايه في صالح بوبنيدر خويا يعني باصا التيرمينال واقي الدوزيام اني صرا ديكالاج هو دوزيام اني ريحت بريمير اني بعدا لا لا والله نعرف نقرا تيماجين انا كي نروح في القرايه هكا نروح في القرايه الناس قاعد تقرا وانا نرسم في ليغو نرسم في السوليات نرسم في البالون نرسم في لي ستاد نزيد نعرف نرسم حمزه والله غير نعرف ديسيتان ديسيناتور انا بعدا كيما كان الحال خويا توام خويا صافا مي صالح شويه عنده شويه قرايه يقرا شويه حط راسو انا ماشي حاط راسي كاع تسمى غير البالون بقرايه في الباك سي جبت الباك دوزيام اني من بعد صايم والله فاك بلوكيت صايم ما حبيتش صايم تما كي يجي نهار وين بالك لي جوا اللي كانوا يلعبوا معاكم كنتوا صغار كانوا يقول لك كيما قلت لهم ديروا لي ليسونس برك معليش ما نلعبش كنت كانوا بزاف قلت لهم في الكواليس اللي يعرفوا يلعبوا وبعد هما كاين اللي ما نجحوش وانت تلقى روحك جات بيان سور كاين على هاد لي جوار والله غير يعني سي بيان دوماج كي لعبت في الغايه انا نعرف كان صحابي كاين اسمه وليد شمامجي كاين ماشان كاين رمضان هذا يونس كاين دي جوار شغل اللي كانوا زعما عندهم دي كاليتي بيتيت كاليتي اللي كانوا عندهم زعما النيفو باش ينجحوا في لا كارير والله سي بيان دوماج كي ما كاين زعما ابار الجلاوي او بار كريم العريبي اللي نعرفهم الشباب الوزداد وجلاوي في باتنا بون العريبي نعرفو يعني بيرسونال مو حبيبي بالبيان ما شاء الله تسمى هو كانوا يقولوا ما عندوش افيري سي نورمال بصح هادو اللي ما كانوش يقولوا كيما علي وجلاوي كانت كيلحقوا سي فري كانوا يقولوا ما عندناش افيري بصح كانوا عندهم لا فولونتي كانوا عندهم الكوراج وكانوا عندهم لومبيسي ولونفي تسمى كان حاب ينجح هاد الخيك اللي خلاهم ينجحوا بصح بارابور لي زوطر اللي كانوا يلعبوا معنا في كادي زعما يلعبوا كذا وشغل زعما تاكل بلي حيلحق ما حاش ينجح هذاك البنادم اللي يتكل وكونطير مليح تتكل على روحك بصح لازم كيما يقولوا تبين في التينا وتكون كالم وتعرف كيفاش تجيري لا كارير ابرو كيما درت نتايا اللي ما شدوكش من فوق ما شدونيش وقلت له نوطريني برك واش علاقتك كايا مع عبد الملك مرباح لاعب شيبه عبد الملك مرباح سيمون كوزان الحمد لله يا ربي علاقه اخويه علاقه وطيده بزاف خويا الكبير عبدو داير شاك ماتش يبعث لي ميساج دونكوراجمون عاونك هو كي كنت صغير يعني بيان سور في الغايه هو اللي هو انا كي كنت مينيم هو كان سينيور في الغايه يعني هو دخل روحه ثاني تاع لا ليسونس باش داروها لي سمع عاوني ثاني عاوني بزاف وكما يقولوا يعني يعطيه الصحه هو يعني عنده عطاك نصائح بيان سور دوكا مازال يعطيني نصائح كيما راني دوكا في نصر حسين داي شاك ماتش يبعث لي ميساج حسين داي لي في وناصر شبيبة القبائل صح لعب في النصرية وليد ليفيي يعني يعرف مليح الانتوراج وكما انا ديجا نهار اللي سنيت في نصر حسين ده يعطاني يعني توصي وصاني وعطاني دي كونساي واش لازم دير وخدم ما تهدرش تكل على ربي الحقيقة دو قال يعني عاوني بزاف عبدو بعد كي بعد تجربة تاع امل الاربعاء اللي كانت ما كانتش يعني تجربة نقولوا ناجحة افون امل الاربعاء باش ما جيت على رائد القبة
رائد القبة اللي تسمى انا وين لعبت 16 سنة في عمرك. 16 سنة لعبت سينيور في رائد القبة، لعبت 2 ans et demi في رائد القبة. رائد القبة هي اللي كانت سبة في البوروس تاعي، ما ينكرش باسكو انا شفيت، انا كنت في القبة كنت اماتور والناس كاع سمعت بلي قبة عندهم ان غارديان مليح في جون وكذا، وكنت حنروح ليكيب ناسيونال في هذاك الوقت القبة، كنا اماتور. كان سرباح ومدرب الحراس فتح طوالي نحيهم بهذه المناسبة، هما اللي سقساو عليا. بديت 16 سنة في القبة، بديت جونيور، ما درتش كاع في بالي حنلعب سينيور. دخلت انا وخويا تماك القبة، دخلنا لقيناهم يديسبيوتيو. كان عندنا لوطار في الشهر لوطار تاع الديسبيوتمون في رائد القبة، هذه جونيور. خويا ما شدوش، سما صرا لنا لي كونطري تاع الغاية، قالنا لي غارديا خصينا غارديا نشدوك انت، واللي جوار ما عندنا بزاف. انا شدوني وخويا ما شدوش، يعني خويا مسكين الله غير شفت هذيك لاكسيون بكا مسكين تبريزه. بعد انا بعد اخويا راح لرسيبي بومرداس، تما كيتفارقنا صايد، تما كلي كل واحد فارق على كل واحد راح لاكارير تاعو. انا بديت مع رائد القبه جونيور، بديت نوطريني، كنت نطلع على الزيرالدا دار خالتي بالقاضي اللي نحيهم بهذه المناسبه، بالقاضي يعني فاميلي عاونوني بزاف، لي كوزان تاوعي ياسين يوسف كمال حسين محمد، يعني نشكرهم بزاف عاونوني بزاف ويعاونوني في باسكو كنت نروح من زيرالدا لرائد القبه تسمى القبه، ديبلاسي من القبه لزيرالدا نروح نبات في زيرالدا، كنت نبات شي ايامات عند خالتي عاونتني بزاف. كما قلت لك بديت نوطريني، بعد داروا لي ليسونس. حتى اكتشفت غايا كي السينيور واش كيدير الفرق؟ لقيت فرق كبير، باسكو بروميير فوا في حياتي طلعت سينيور مع رائد القبه، كان نوطينور ياحي حسين ياحي مدرب الحراس في فتح طوال. يعني لقيت دي جوار كانوا ملاح، لقيت لامين كاب لعبوا كاع سيدي جوار اكسبيرونس لعبوا في بروميير ديفيزيون، لامين كاب زيتوني، لقيت بلوصي، لقيت بطلوني، بلان جوار اي طه، بلان جوار لعبوا في بروميير ديفيزيون، كنت صغير بزاف بصح والله غير يعني كانوا يكوراجيوني باللوسيف وسمو سورتو باللوسيف كاب، قالوا لي راك جان مي تلعب. كنت 5 غارديان، ما درتش كاع في بالي حنلعب سينيور هذاك العام تاع جونيور. ولعبت بزاف؟ لعبت عام، هذاك العام لعبت سينيور، هذاك جيت نديسبوتي لقيت روحي نلعب سينيور في هذه القبه. يعني مكتوب كما قال لي بريزيدون هذاك الوقت باحة سامير، قال لي شغل ربي بعثوا غارديان لرائد القبه. من بعد بديت نلعب تيتولير سينيور، لعبت دي ماتش كونسيكوتيف زيرو بيت، ما تلقيت اي هدف بوندو 10 مباريات. علاش غادت رائد القبه؟ غادت رائد القبه باسكو لعبت عامين ونص، كنا حنطلعوا 2 ans وانا كنت حبيت نطلع مع رائد القبه، وشغل طرحنا ابان 1 بوان 2 بوان، رحت نعم مع 2 بوان طلعت واسمها القليعه. طلعت بارادو. من بعد عام دوزيام 1 بوان طلعت بارادو. قلت صايت ما من الناس قالوا لي شغل راك لعبت في قبه، ضايو لي سيبورتو تاع القبه اللي يعني عاونوني بزاف ثانيت هما، شو قالوا لي قايا شغل غير روح تشوف طلع شويه نيفو فوالا. كيما كان الحال رحت الامل الاربعاء، سنيت في امل الاربعاء كانوا بروفيسيونال وكانوا فيناليست كوب دالجيري، وكنا حنلعبوا كوب دافريك كاع في كوب امل الاربعاء. وشنو شغل الظروف الماديه اللي عماني قال مدها، نسيت واش مدها، مدها واقيلا لك اي فريق مش واش المدى السياسي، واقيلا من المدها تسمى مدها. تكلت على ربي، سنيت تماك في امل الاربعاء، سنيت اربع سنين تكلت على ربي، بديت كوميت كون تروازيام غارديان، كان متحزم ومرزوقي. تكلت بديت طروا ماتش وليت تيتيلر، كان لونطين تاعنا تزيري بلال اللي راهو معايا في، وزيد هو اللي عطاني لاشونس تاعي في امل الاربعاء، وزيد دوكا عطى لي لاشونس تاعي في نصر حسين داي. بون ما عطاكش لاشونس باسكو يحبك؟ عطى لي لاشونس باسكو تايق فيك يعني. فوالا تايق فيا، شغل بدينا تروا ماتش كاع خساره مع امل الاربعاء، تروا ماتش كونسيكيوتيف خسرنا. كيما يقولوا الزهر الغارديان متحزم ما كانش فيه نهارو، بوتاتر كان ما كانش فيه نهارو. دخلت انا مع غيليزا من هذاك النهار اللي بديت نلعب، كان دوالي فوالا، كان دوالي ولعبت امل الاربعاء كاع، لعبت لي ماتش بزاف. برست ورحت ليكيب ناسيونال المنتخب الوطني الاولمبي تماك لي برست امل الاربعاء. وبعد كان الدخول تاعك نصر حسين موسم اول، يعني كنت نقولوا كاستيبلك فوالا عامي الاول بون امل واسمه نصر حسين داي، شفيت امل الاربعاء لغالب يعني كما يقولوا دفعت ليتيج باش ديت كوارتي
تما باش نقولوا لهم بالام الاربعاء ما دي تحت دورو ما مسحق حتى دورو الام الاربعاء. تما المانجر تاعي هو اللي دفع لي ديت جبت لي بيلاسيون تاعي وربحت 4 موا و 4 موا دوكا سون ما نسحقهم. تما الله يسمح حتى 4 موا. المهم ديت لي بيلاسيون تاعي انا ديت لي بيلاسيون تاعي وديناها صباح. شفت ديناها انا وخالش طايب ديناها 10 دو ماتان. كنا في رمضان في الميجور تاع رمضان لو 6 جوان 12 تاع لي سنيت في ناصر حسين داي مكتوب. رحت مع المانجر تاعي خالد سنينا دخلنا عند باشي والزميل لي اللي نحيو بهذه المناسبه استقبلنا استقبال مليح. تكلنا على ربي كان نوطينو البوزيدي معانا سنينا وتكلنا على ربي وكما يقولوا كان غادر بوصوف وكان فوالا بوصوف كان حيغادر على اساس تكون اساسي. انا وقعت فان نكون اساسي باسكو علاش بوزيدي وكاع قالوا شغل بوصوف هو حيريح بوصوف حيريح ودير كونكورونس مع خير الدين بوصوف وكيلو ميور جو بيان سور. كما كان الحال غير انا سنيت شوف بوصوف غير غدوه من داك ديب راح دير لو ديبار دو بوصوف غير غدوه من داك دو جور عليا انا يا سنيا غير دوخه ما بعت تليفون نحبش حبس انا عيطوا لي قايا غلط درت غلطه وقلت لهم ما كانش على بالي باسكو سنيت انا بعد سنيا عزدين دوخه. والله الحمد لله يعني عزدين دوخه شرح لي الشرف لعبت مع عزدين دوخه غاني حارس كبير غني عن التعريف عطالي ليكسبيريونس تاعو عطالي يعني حاجات ميزات لي دوكا راني كيما يقولوا راني مبين فيهم في التيران. اكيد تعلمت من هذا الدكتور بصح تعلمت الجايه اللي تبقى لك اسوء ذكرى ربما في تجربتك مع زيد دوخا مباراه تاع الكاس امام بارادو يعني هذاك اللقاء اللي غادك بزاف انك خرجت الدقيقه 119. مع بارادو لعبنا كي لعبنا الويتيام فينال جو بونس نروحوا الكارت فينال لعبت 119 دقيقه باش ندخل عزدين دوخا بون واش نقول لك انا يعني كون جاو قالوا لي باللي حتدخل نتقبلها. تسمى انا واحد ما جا قال لي حت حل حيد احد تخرج باسكو عادي لو كان جا قال لي شغل شتون تاكتيك كاع الفلوروب وداروها يعني هولندا دارتها. تسمى لو كان جاو عندي قالوا لي فوالا مربح حيدخل عزين دوخه في باسكو هو اكسبيريونس نورمال عزين دوخه في الدرجه. قال انت ماشي مليح في ضربات الجزاء؟ والله لو كنت مليح في ضربات الجزاء وكيما يقولوا كوت شونس هو يا حمزه دوك با كاين دوك ميم دوخه لو كان دخل وزيد عزين دوخه اسمع الله يبارك فيه بالخامسه فوالا ميم دوخه في زونطيم ما شاء الله في ضربات في ضربات ترجيح ستان يعني ستان جرون سبيسياليست كان كاباب لو كان دخل ما يجبد حتى وحده ضربات حظ والله كيما كان الحال خرجت بون سي فغي. واش قالوا لك كي بدا الدوخه يشوفي واش قالوا؟ والله غير يعني كي شو كيش الدوخه يشوفي انا يعني تحسرت كيفاش يعني حد الدوخه يشوفي باسكو صاي انا واحد ما قال لي حتى لقيت لونتينور دي غارديا بن عامر جا عندي قال لي قايا ما تقلقش وليدي سي جوست بور بيرتوربي لادفيرسير بارادو يشوفوا عزين الدوخه يشوفي. كما كان الحال حتى لقيت 119 في دوسمو قال لك شونجمون. وحكي لنا واش قال لك الحكم الدولي السابق؟ الحكم بنوزه الحلو بهذه المناسبه بنوزه يعني شغل كي شافني متاطر غاطني الحال يعني جا من الصوت ليا عنقني قال لي مربح قال لي ما تقلقش وليدي خرج سون فير اتونسيون خرج بالعقل كالمي روحك تما باسكو على بالي كنت حال نرياجي زعما نعيط ولا كنقول ما نخرجش ولا انا يعني الحمد لله كنت كالم حبيتش نرياجي. سيتو كي درت الماتش تاعك كولا فوالا درت الماتش تاعي سون فوت 0-0 كما يقولوا من بعد معليش تخرجت كما كان الحال دوخه يعني يعطيه الصحه جبنا لا سانكيام بيناتي وتكاليفينا بلوز امبورتون سي لا كاليفيكاسيون هذا ما كان وهو كذلك. وحكي لنا على الموسم الحالي اللي موسم كما يقولوا هيتشكوك يعني ماشي نورمال الموسم تاعك هذايا بدايه سيئه جدا بعد الان موسم ناجح على كل مقاييس الحمد لله يعني باش العام اللي فات لعبت مع دوخه 13 ماتش بونس ولا 12 ماتش شغل كان دي ماتش اللي لعبت فيهم بيان لي ماتش مش فيهم باسكو سي دي ماتش كاسي ماتش ماشي مات مور ماتش ماتش بعد على شهر ماتش على شهرين ماتش ما غارديان بيت ما تقدرش تقيمو هكذا. عام هذا لا عام هذا سي ديفيرون عام هذا بون كي بديت مع نصر حسين عام هذا لعبت دي ماتش كاسي ثاني لعبت مع أم بليدا بعد بارادو بعد حبست ماتش كاسي تسمى معليش درت غلطه تاعي مع بارادو اللي خلاتني نديسيدي نروح نصر حسين دا يعني المورال ما كاش ويعني جيتي ديسول جي بيردي ليسبوار مي الحمد لله لقيت ناس بزاف ساعدوني خالد الشطايب المانجر تاعي عاوني بزاف يما حيو بالمهم عاونتني بزاف عمي خويا توام لونطينو المسعي زيري بلا كان يكوراجيني باشير الحمد لله يعني كاع كانوا واقفين معايا قالوا لي فوزيت راك مازالك صغير والله كيما كان الحال يعني ما بديتش لي سبور وعاود عاود ديماريت. الغلطه تاعك تاع ليفا بارادو بقات لك نقولوا شغل ان شوك شغل سي نورمال شفنا حتىك درفت الدموع تامن خويا حمزه والله يعني ملي بديت سينيور 15 سنه حتى ليومنا هذا وانا سينيور جامي في حياتي سبوني يما تلمو كنت ندير مقابلات جميله في رائد القبه تيماجين يسبوا كاع لي جوار يقولوا حاشا قايا
تلمو كنت نقدم مقابلات ملاح ومليحة في رائد القبة. أما الأربعاء كيف كيف تسمى أما الأربعاء تتان ما من الناس هم ما شاء الله جام يسبوني يا مربح يسبوني بس كنت نقدم مباريات ملاح. بعد سي بوصا سي لا بروميير فوا تاعي صارت لي مع النهد سبوني 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 في هذيك الغلطة وزيت سي لا بروميير غلطة تاعي ملي بديت فوتبول. شو سي لا شونس اللي كنت تسنى فيها؟ لا شونس تاعي كنت نسنى فيها نبرز ونبان وكذا غلط كاع انا غلط اخويا حمزه لي غرون غارديا وديروا دي فوت بات اكثر منها متاوعي مي كونطرير يعني لاكس هاد الغلطه يعني كبرتني بزاف. والفيراج كيف كان كاع ضاغط عليا باوي حصانا كل فيراج كنت نحسو هنا في ودني الفيراج تلمو لا بريسيون الفيراج كنت نحسو هنا نشوفو هنا هكا قدامي كنت نخاف ندور. والله المناصرين كبار في السن كانوا كونطرير باسكو الفيراج معد كاين منا مناصرين كانوا يكوراجو فيا مربح وليدي ما تقشصاتك ما تسمع لهمش ايا وليدي عاود بين روحك مازال الماتش مازال باسكو انا غلط في دقيقه 10 مازال 80 دقيقه تعادلتوا يعني تعادلنا قال زينا بصح الحمد لله هذه هذا واسمها الغلطه اللي درتها يعني كبرتني بزاف خلتني ننضج بزاف في راسي وخلتني نعرف كيفاش نجي لي هذه جورج سيتياسيو هذه. وايضا قلت لك المناصرين بعد ما بيرس الان وكيعاود تعلق كان يطلبوا منك سماح بيان سور. لا لا والله انا حمزه اخويا في لا جوني تاع بارادو في الليل لحقوني دي ميليار ميساج في لاباج تاعي لاباج تاعي كاع طلبوا سماح هادو انصار نصر حسين داي تسمى الحمد لله انصار نصر حسين داي يعني شغل معروفين بالثقافه تاعهم وناس ملاح والله غير بعثوا لي لي ميساج وكما يقول بعثوا لي ميساج تاع الكوراجمون سمح لنا يعني الحمد لله نصر حسين داي راهم على راسي على عيني وراسي رانا بيان وكما دوكا مازالهم يبوسيو فيا الحمد لله. هو ايضا جاي باش تلحق تدير في الدموع انت راجل كبير وبروفيسيونيل عبك بيت تقدر تطيح في ديكا باري في كرة القدم كيفاش حتى يعني قدرت باش طاحت دماغ صافي ضعفت يعني شغل ما وليش شفت في روحك بيان سور اضعف صايي انت كيشوف راجل يبكي صافي ديال سي تما عنده جبل فوق ظهره تما صايي انا كي ضرفت دموع تما صايي والمانجر تاعي على بالو بها ثاني ضرفت دموع باسكو لحقت وين سي بون صاي تامن صاي ديزيسبيري توتال غاتك يماك بزاف هذا شي نورمال تسمح حسيت روحي كوبابل ما يسبوها على جالي اما راهي في الدار المليحه نورمال تتسب على جالي انا على جالي عجل الغلطه سي بور صح حسيت روحي شغل فريمون كوبابل وحسيت روحي شغل اسي بوين انا فابل غارديان اسي بوين سورتو باسكو علاش دوموا سي فري كو درت دوموا على جال امي باسكو تعبت معايا بزاف لحقتوني اسبوع بصح دان كوتي ثاني قلت لي كيما من قبل لحقت وين باش تعاونك بيان سور رحلت على جالي ودارت كلش على جالي من بعد يجي نهار وين يسبوها لي على جالي انا سما سي بور سا درت دوموا ودان سول كوتي واحد اخر درت دوموا باسكو شغل كنت حبيت نبرز وانا شغل متيقن عندي لي كاليتي ونعرف روحي واش نسوى تسمى كابابل نبين روحي بصح ما قدرتش ما قدرتش نبين روحي تسمى قعدت هكا مساتوري ما فهمتش علاش هذاك الاسبوع جاي كانت اسبوع اخطاء كانت زغبه واضح كانوا اسبوع اخطاء تسمى ربي سبحانه لوريس دار غلطه الله ميم كيما تاعي تعاود كوب دورو بلو ماتش غلطه كيما تاعي سوا سوا سبحان الله كنت انا نشوف في الهداف حتى داروا باسكو الهداف يديروا الغلطات والله غير داروا هذيك تاع شفتها العجوز تقول لي سبحان الله قالت لي شوف ها وخطيها بالون قالت لي شوف شو واش دار قالت لي سي لا ميم كيما تاعك الزغبه في 89 دقيقه وكيما يقولوا دار غلطه جابت الخساره ليكيب تاعهم انا حنا درنا نول واضح كيف كيف قولوا قال لابيو ريكونفونس ليك انت يعني العرفان الكبير انه مدرب شبه القبائل المغربي السعدي اللي قال ان اكسبسيونيل غارديا قال عليك كاع العفايس الملاح اللي يتقالوا في حياه مرمى في لقاء شبيبه ونصريه الحمد لله يعني سي ان بليزير بور موا نونور بور موا كو سعدي يهضر عليا يعني مدرب كبير 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 بزاف سعدي خدم يعني خدم في اسمه في ليبيا خدم مدرب كبير يهضر عليا صافي بليزير يعني باسكو علاش لو ماتش عرفان ليك اعتبرات شهاده بيان سور عرفان ليا شغل الواحد كما يقولوا شغل كي دار له ماتش تاعو مليح مع جياسكا شغل او موا قا واحد شغل استعرف بلي راني درت كرو ماتش كان ماتش هاوي كلو كو كان ماتش تاعي كيما يقولوا الكونطا ليكيب تاعي اللي شبيبه القبائل وطون كان قبايلي فريق شبيبه القبائل سي نورمال كيب تاعي قبايلي وسويت هذيك السمانه سمعت مرباح يترخى يطلقوا الماتش يترخي وحنا الحمد لله ايكيب تاع نصر حسين دي فاميليا ما تاثرتش بهذيك الهضره كنت تسمعها والله ما تاثرت خويا حمزه باسكو علاش شغل عادي
جميع قاعد باسكو سورت كيما قلت لك انا لا بيريود تاع الغلطه تاع بارادو كبرتني بزاف يا راسي، رجعت يعني تسمى صاي كان ديسبري تسمى رجعت باللي هضر واش تحب نورمال واضح. و قاعد بالباه باش نخدموا هذه المرحله تاع الحوار تاعنا. يقولوا السؤال اللي يتبادر في ذهني، تاثرت بعد شيء كما تواجدت في قائمه المنتخب المحلي مؤخرا؟ مؤخرا صراحه كانت طبع يعني لا لا والله غير صراحه صراحه تمان هذو صراحه واحد يكون فرون تاثرت هلا غير تاثرت باسكو علاش يقول لك المنتخب الوطني كيعيط لي جوار اللي يكونوا اوطوب في الشامبيونه تسمى انا الحمد لله تسمى ماشي باش نقول راني مليح تسمى انا قد ما درت مازالني بعيد تسمى واش درت كاع النصر حسين دار لي ماتش هادو مازال ما درت والو حتى ندو ان شاء الله كاش ما نديرو بلاصه في مرتب ثلاثة ولا ندوتي تما كنستعرف بور لانستون مازال ما درنا والو راني ندير فيها خدمتي يعني درت دي ماتش اوطوب الحمد لله نشوف روحي نستاهل نكون نستاهل التفاته لي ما لا وطونك مازالني صغير جاب لي ربي انا يا 7 ماتش سون كي سي دبوت سي با نيمبورت سي شغل سي با ماشي حاجه انا ماشي غير لا ديفونس في غارديا يزال فيها المهم لا ديفونس تاعي نحييها ما شاء الله لا ديفونس تاعي مي كوميم تقول ان غارديان دبوت 7 ماتش ما اونكيساش مي ما يعيطوش كيما سي شغل سي بصح معليش واحد يكمل يخدم ان شاء الله يا ربي السنه اللي فاتت ناخذ الوطني ان شاء الله بوركوا با لعبنا شويه حكينا شويه لحقنا ما بقولوش النهايه بقاتنا لحظات باش نكملوا بصحتك العصير الله يسلمك ربحت عصير خويا انا ربحت عصير باطل قايا قلنا انت اكيد تبع كره القدم تبع البطولات الاوروبيه واش من شامبيون بوكو بليس اللي تحب انت الانجليز بلا ما تسك على حارسك المفضل ديخيا وعلاه ديخيا ديخيا باسكو يعجبني ديخيا نتبعو بزاف ديخيا تاع مانشستر لي كلاس شوف ليش بالك في الكاليتي بالك لا طير دقيقه انا عيطوا لي والله غير في ليكيب عيطوا لي ديخيا ومن بعد قلبوها لي ديديكا ديكيا نهار غلطت مع فارادول تاع ديكا ولي قالوا لي ديديكا نورمال يعني نورمال يقول صالي مع صحابي مي هكا يعيطوا لي ديخيا باسكو مون غارديا بريفيري اون اوروب سي ديخيا ومن قبل من قبل كاسياس بوفون هادو كاع تحب من عندي كاع لي فيديو تاعهم نشوفهم افون الماتش بالنسبه لك سي راف لو كنت تلاقى هكذا مع بوفون فاس فاس كاع بيان سور بوفون كاسياس سورتو سي مون ايدول كاسياس ان شاء الله يا ربي نحق نلعب كونتر ما بقالوش يعني هو يحبس ان شاء الله هو يحبس نلعب كونتر ديخيا اذا حب ربي كلامك بلي تطمع في احتراف في الخارج كاع بربي ان شاء الله سي لو راف دوبوي لا نيسونس ان شاء الله يا ربي زعما تشوف بلي تقدر ترياليزي باذن الله نرياليزي تكون بالك بريمير غارديان يروح نبدا لوروب باذن الله باذن الله نحقق هذا هاك خلينا في ستاجو ماكش تعطي لنا هاكا كيما يقولوا لو سوكسي سو شارج دو برويت ما شاء الله يا ربي الاحتراف هو في الانديه شكون اللي تحب انت في لوروب؟ ريال مدريد سيتي شكون لاعبك المفضل؟ كريستيانو رونالدو ماشي صعيبة يعني وفي الجزائر هنايا شكون لاعب لي راهو يعجبك اكتيالمون بزاف في البطولة؟ والله يعني ما شاء الله كاع لاعبين ايش يعني كيما يقولوا كاع لاعبين ما شاء الله ما نقدرش نقول لك تسمى واحد اكزاكت تسمى كاع ما شاء الله كاين لاعبين في البطولة يستاهل يروحوا بعيد كاين بورديم
كاين بزاف، كاين بن خماسة، كاين هادو كاع لي جون لي عرجي عرجي واليد، وكاين خويا مربح مصالة. كاين دي جوال ودي جون لي كيما يقولوا سي دي لافونير. هادي وشكون تشوفو نتايا بالك روميور كارديان اكتيال مفت زاهر ميور اكتيال ناتاش زي ماموش هادو لي راهم وزيما. ومن بكري شكون الحارس اللي كنت تقتدي به انت؟ والله بكري كنت نتبع كي كنت دراري، كنت صغير كنت نشوف عبدوني مزاير مزاير الحق لو كي كنت نشوفه صغير كنت نشوفه في لاتيلي هيش مزاير ستادي جرون غارد هادو كلاسي هادو بصح حبسو بوكا اكتويال مون عجبني ناتا زي ماموش هادو كاع هادو. نقول لك النادي اللي تحبو انت بزاف في الجزائر بغض النظر على الفريق اللي تلعب فيه؟ والله يا حمزه خويا انا لاعب وين سنين نحب النادي تسمع زعما يكتب المكتوب زعما هذه دنيا زعما رحت النصر حسين داي رحت كاش كلوب نحب هذاك الكلوب ونشرف كما يقولوا الوان الكذب بور لانستون نلعب في نصر حسين داي نحب نصر حسين داي. بصح يقولوا الانتماء تاعك لمنطقه القبائل وي سي نورمال دوك انا قبايلي سي نورمال كو شبيبه القبائل نحبها ونسيبورتيها من بكري انا ديجا ما قبل ما نولي كاع الجوار تاع كره القدم كنت نشوف شبيبه القبائل في كوب دافريك لي كوب كاع اللي داتهم كنت حاضر انايا كنت محي الصطاد ولا كنت نشوف لاتيلي واضح. وقلنا الانديه هذو اللي تفضلهم قايا انت تي بوكو بلس انستغرام ولا فيسبوك ولا سناب شات ولا بوكو بلس انستغرام فيسبوك؟ علاش الانستغرام؟ انستغرام باسكو بون بروميرمون تبع غير لي غارديان لي ستار لي غارديان دي خيا ودو هارت ولا واحد منهم يتبعني قايا انا نتبع حمزه بركاوي ستان غرون يعني ستان ستار الله يبارك خو الانستغرام باسكو شغل تلقى جديد تلقى لي غارديان تلقى دي فيديو دو غارديان باسكو كاين دي باج ذا جول كيبرز في انستغرام تبعها بزاف هذوك سي بور سان تيليز بها في انستغرام هادي. وعندك دي باج اوفيسيال فيسبوك؟ عندي باج اوفيسيال غايا مربح اوفيسيال باج تاع فيسبوك يعني تبع انت هاد هادي لاباج اللي غندخلها نحط فوتو ونخرج ماشي كاع نشوفها حتى نعاود نحط فوتو واحده اخرى. شغل تامن بزاف الوقت اللي انا فيه سي 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 المومون تاع نقولوا سي لي ريزو سوسيو. واه سي سورتو كاين ناس بلي ريزو سوسيو ولاو كيما يقولوا شغل ولاو كوميونيتي وحاجه كبيره بلي ريزو اي بورتون لي ريزو دوكا سوشيال ميديا السوشيال ميديا كيما يقولوا هذه هي. وما تاثرش انت بالكريتيك ولا والله والو او ديبي سي فري اثر شغل وليت كنت ندير على الناس دوك صاي دوكا وليت تما دوك يقول لك واحد تي با زان غارديان تي كدا نورمال سيريا هذه تكبر تاك تكبر وهذاك هو كيما يقولوا حريه التعبير يجي واحد يقول نقول له ماشي تيك صح اخو خلاص هو قايا مربح وقتاش نزوجو خويا الوالده عزال شويه حمزه علاش خويا علاش حاجك تضغط ها الوالده تقول لي راح تزوج على روحك تزوج ملي حالك لا كارير بصح ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نسيجو ان شاء الله. هيا قايا لحقنا لنهايه البرنامج تاعنا وقضينا معك اوقات ممتعه جدا ان شاء الله الدعوه القادمه نشوفك كحارس المنتخب ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي يعطيكم الصحه خويا حمزه بور يعني هذه الالتفاته سا مون كوراج سا مي بوش ان شاء الله باش نزيدو في القدام. نشكر يعني الجمهور الكريم نشكر كاع الناس نشكر لو ستاف هذا تاع الهداف وان شاء الله يا ربي كما يقولوا نتلاقاو في رمضان في تدميت ان شاء الله ان شاء الله. هاو سبق الاحداث قال من بعد تلاقاو في رمضان مع الوالده والوالد تاعو ان شاء الله يا ربي جدنا الاطباق اللذيذه تاع منطقه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله احنا نموتوا عليها. وهذا شو كان نقول لكم مشاهدينا ابقوا اوفياء لقناه الهداف اوفياء لحصه ستار دي زاد. شكرا لياسين سلحاني شكرا لعبد السلام شكرا لخالد شطيبي شكرا لكل من عمل معنا نلتقي في اعداد اخرى ان شاء الله. السلام عليكم. صح خويا حمزه منا اسمح لي واعر هذا حمزه واعر ها حمزه واعر حمزه حالي ديرو برومو ولا ما كان لا كيما نوقع